السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد المجيد سعد الخيران، عمري 25 سنة، خريج جامعة الملك سلطان بالعبد العزيز في مدينة الخرج، درجة الدبلوم تخصص إدارة مكتبية. تعرفت على برنامج تمهير التدريب على رأس العمل من خلال البوابة الوطنية للعمل طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف. أمضيت 3 أشهر تدريبية في الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية في القسم الهندسي بمسمى مدخل بيانات. كانت مهمتي الرئيسية إعداد التقارير المخصصة للاختبارات التي يقوم بها القسم الهندسي على منتجات الشركة المختلفة. وعززت هذه التجربة مهاراتي في التعامل مع الحاسب الآلي وأضافت لي خبرة متعلقة بتخصصي بالإضافة إلى معرفتي بشكل أوسع عن أخلاقيات ومهارات العمل مثل الحضور والانصراف، إدارة الوقت، الالتزام، التنظيم، اللغة الإنجليزية وغير ذلك مهارات العمل أخرى في ظل بيئة عمل حقيقية. كما أتاحت لي هذه الفرصة التدريبية التعرف على أعمال إدارات أخرى مثل الموارد البشرية، حيث تدربت على بعض الإجراءات والمهام مما أدى لاكتساب تجربة جديدة وتوسيع مداركي أكثر فيما يتعلق بالعمل الإداري. وختاما أشكر صندوق تنمية الموارد البشرية والشركة السعودية للصناعات الميكانيكية على دعمهم وإتاحتهم هذه الفرصة التدريبية لي.